رح تهربي. أمير بترجاك تركني روح لو سمحت. تتذكري كيف كنتي تلمسيني؟ لهذا السبب أنا ما رح أتركك، لأنه نحن هلأ بحاجة لنحضن بعض حتى ما نضعف. بتعرف إن أنا عشت أحلى وأسوأ أيام حياتي معك؟ قولي أول شغلة بتخطر ببالك. الهليكوبتر أول شغلة بتخطر لي. شوي شوي أمير، داخلي من هي الربطة بقى. قلت لك ممنوع الغش. ارفعي اجريك أمير. شو انتبهي، استني شوي وطي. Yapayalnız sana sığındım, beni bırakma. Şu hasut bak, tek başıma geldim kapına. Hayat sanki en büyük zalim, beni sakla avuçlarında. Geldim kapına, hayat sanki en büyük zalim. Beni sakla avuçlarında, sakın bırakma. Sevdalı bakışınla yüreğimde dağlar devrilir. Ana feyyettik şey. لا، حتى ما حسيت عليك. كيف يعني؟ بسبب الكندرة الحمراء الصغيرة. طيب احكي لي أمير، أنت عن جد بدك كنا نحكي وما نسكت أبدا؟ طيب احسب الوقت يلي ما حكينا فيه. كنت بالمدرسة وعم ببكي وأنا نازلة من على الدرج. كنت شايفتك. أنا بحياتي ما رح أنسى هداك اليوم. كندرتك كانت عاصة على رجلك كتير. كنتي عم تقولي أمي ساعديني، هالكندرة كتير ضيقة على رجلي. أمي شلحيني إياها، الله يخليكي أمي شلحيني الكندرة بسرعة. وبعدين وقعت على الأرض. وبعدين ركضت لعندك لأحملك من الأرض. بهذاك الوقت ما كان بدي أي شيء أكتر من هديك الكندرة الحمراء، وكنت بدي إياك كمان بهديك القوة حتى لما كنت عم بتهرب منك بالبداية. وأنا جرحتك مثل هديك الكندرة، ما هيك؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.